وده الكلام اللي بالمناسبه بشيء يذكر، يعني ده اللي احنا ما شفناهوش مع المنتخب الاولمبي بالمناسبه. يعني المنتخب الاولمبي احنا كنا شايفين فريق بيدافع، بعد الدفاع ايه الله اعلم، سيبها على الله، كله طبعا على الله اكيد، لكن انت فين جهدك، انت فين تعبك، فين سعيك، انت لازم تسعى عشان ربنا يكرمك. ما كانش في سعي في الجانب الهجومي للمنتخب الاولمبي، ما كانش في اي فكر، اي فكر او اي طريقه من خلالها تساعدك انك تجيب اهداف. امبارح للاسف انا قبل الحلقه ما كنتش شفت الفيديو بتاع الكابتن شوقي غريب في نص الملعب بعد ما خسرنا من البرازيل، ولفت نظري حاجه مؤسفه، انا بشوفها حاجه مؤسفه بصراحه. ان يقول لك ايه، انتوا عملتوا ماتش كبير خسرتوا من البرازيل 1-0 بس، هو ده يا جماعه طموحنا؟ خلاص اقصى طموحنا ان احنا نخسر من البرازيل 1-0 بس مع الجيل المميز ده؟ عندك لعيبه كبيره جدا في الجيل ده في المنتخب الاولمبي، تعالى بقى عندك صلاح محسن، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، محمد الشناوي، حجازي والونش، عمار، عندك اسماء تقيله، ما عندكش الحلقه اللي في النص اللي بتوصل بسبب اسلوب اللعب وبسبب عدم اختيارك لبعض اللاعبين المميزين. يعني كلنا نفتكر احمد عبد القادر، احمد عبد القادر كان عمل موسم مع سموحه خرافي، الراجل مهاريا وسرعاته وكل حاجه جيده، ليه ما خدتش اللاعب اللي هيساعدك في نقل الهجمه؟ انت ناصر شايف ان مستواه قليل كمدير فني المنتخب الاولمبي وما بتلعبوش، طب خد واحد ماشي في الدوري بشكل كويس وبيلعب بشكل مستمر مع سموحه، كان ممكن يساعد جدا في الناحيه الهجوميه بالنسبه لمنتخب مصر. فهل يا جماعه احنا اقصى طموحنا ان احنا نقول اصل البرازيل احنا خسرنا 1-0 الحمد لله زي الفل، الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت انت لازم يبقى عندك طموح اكتر من كده. انت بتلعب باسم دوله كبيره جدا زي مصر، جمهور الكره المصريه او جمهور الرياضه المصريه بشكل عام بيحب يتمتع ويتبسط، احنا ما تمتعناش خالص بالمنتخب الاولمبي خالص، كان سقف طموحاتنا اعلى من كده بكتير مع المجموعه دي، لكن للاسف ودي كلمه انا قلتها امبارح وبعيدها تاني النهارده، مطلوب مع كامل الاحترام والتقدير لكل المدربين المصريين، مطلوب من معظمهم المتاخرين في التطوير من انفسهم ان هم يطوروا نفسهم. طور نفسك تدريبيا، شوف انت محتاج ايه واشتغل عليه، شوف الافكار الجديده، اسلوب اللعب الجديد. لكن موضوع ان انا اقول لو ما جبناش جون دلوقتي هنخسر، خلي بالك، طب فين تعليماتي؟ طب اعمل ايه عشان اجيب الجون؟ ما انا هعمل ايه عشان اجيب الجون؟ فده اسلوب قديم شويه مع كامل الاحترام والتقدير، يعني اسلوب قديم شويه من التسعينات كده، من زمان قوي. فبنشوف لعيب كبير زي محمد صلاح مشرفنا ورفع راس كل المصريين هناك في اوروبا، بنشوف ابطال كتير جدا مميزين، شوف منتخب كرة اليد بيعمل ايه، شوف الناس دي بتعمل ايه، بتكسب منتخبات كتير جدا وكبيره جدا، شوف الاثنين اللي جابوا لنا البرونزيه في 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 في, في طوكيو، دي طبعا لقطات لمنتخب اليد اللي فاز على البحرين النهارده، عندك هدايا ملاك اللي خدت برونزيه في التايكوندو، عندك سيف عيسى اللي خدت برونزيه برده، ودول ناس ابطال اشتغلوا على نفسهم وحاولوا ان هم يعملوا حاجه. انا مش بقلل من اي لعيب في منتخب مصر خالص، اللعيبه طبقا للتعليمات اللي خدوها عملوا اللي عليهم طبقا للتعليمات وادوها بشكل مميز بالمناسبه، لكن التقصير من عند مين؟ التقصير من عند الجهاز الفني. احنا بنحب نتكلم بوضوح وبصراحه، ممكن الناس تزعل مننا شويه والكلام من ده، بس لازم انت طالما بتتكلم مع الجمهور لازم تبقى صريح، ما تلفش وتدور. لا، التقصير كان عند الجهاز الفني، عند افكار الجهاز الفني، ده ما ساعدناش خالص. يعني ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمنتخب الاولمبي. طيب، المنتخب الاول عنده كمان تحدي غايه في الاهميه، وانا من الناس ومش يعني مش انا بس، يعني ناس كتير جدا من الجمهور المصري عندهم ثقه كبيره قوي في الكابتن حسام البدري، مدير فني مميز وكبير وعنده تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي حققه، يعني الاهلي ساعده في تحقيق التاريخ ده، وهو كمان راجل عنده قدرات فنيه مميزه وفكر كويس.